بونجور مي فرامبواز، جيسبر كو فوز علي بيان، اموركم مزيان، كلشي بخير. دوزتو هاد العيد بصحة وسلامة مع لا فامي ديالكم. الفيديو ديال اليوم شوية مختلف، غنهضر لكم فيه على لا روتين، كيفاش تعتني برجليك، بشي حوايج بساط اللي كاينين في اي دار وكاع تقدري ترومبلاسي. يعني كيف ما قلت لكم في الفيديو، الا ما عندكش هاد الحاجة تقدري ترومبلاسي هاد الحاجة. خليكم معايا في الفيديو وما تنساوش لي كومونتير الزويونين اللي كتخليو ليا، لي ميساج الزويونين اللي كتخليو ليا في انستغرام وفيسبوك. وعلى هادشي خليت لكم انا هاد الفيديو، حيت بزاف سولوني قالوا لي بغينا دابا الصيف، بغينا لا روتين كيفاش نهتموا برجلينا، كيفاش نعتنيو بهم، لي تروك لي سامبل وماشي مكلفين. كما كتشوفوا البنات، اول حاجه بديت بها هي خصني نحيد الفيرني من ضفاري، حيت الفيرني الا بقى مطول كيطوال الضفر وما كيبقاش الشكل ديال الفيرني زوين. الوغ دو بريفيرونس تحيدوه. خديت مادونا دي سولفون، وخديت كوتون ديسك هو اللي كنستعمل، وخديت هادوك اش كيقولوا لهم، مشات لي سميتهم كوتون تيج، كوتون تيج ديال الودنين. هاد الكوتون ديسك غنمسح به ضفيراتي، وبالنسبه للكوتون ديسك غادي نقي به الجوانب، يعني داك الغزيديو اللي كيبقى ليا من الجناب غنقي به، اللي ما غنقدرش نوصل له بالكوتون. الحاجه الثانيه اللي غندير، مثلا الا كانوا الضفر ديال رجلي طوال، خصني ضروري نقادهم، يعني نقصهم بالمقص، سينو الضفر ديال رجلي ما عنديش طوال بزاف، يعني اكتفيت انني غير نقادهم بالمبرد. بالنسبه لهذا المبرد اللي وريت لكم في الفيديو، صراحه زوين وكيعيش مده طويله، كنت خديته ب 45 درهم، خديته يمكن من كازا، خديته ب 45 درهم وما كاينش كاع في قنيطره، يعني قلبت كاع في، بغيت بغاوه الناس وبغيت نجيبو ما لقيتوش في قنيطره، يعني كاين غير في كازا. هذا باش زوين انه ما تيهرش لك الضفر، وسهل في الخدمه، وعاد كيدير واحد لابغيونس الا حكيتي به الضفر من القدام، يعني فريمون زويون. هذا هو اللي كنستعمل، كنقاد به ضفيراتي هكا شي شويه خفيف وصافي، يعني ماشي كنبرد بزاف، غير شويه بطريقه خفيفه. هنا يا البنات خصني ندير رجلي في الماء سخون باش تسهل عليا العمليه ديال التقشير ديالهم. بالنسبه لهنايا يلا بديت نحط الماء وفريمون سخون بزاف طايب، يلا كبيتو شي شويه، يعني غير دفيتو ماشي سخون بزاف، مي فريمون ما قدرتش. الوغ حبست ومشيت بردتو، عاد جيت
هنا استعملت جوج معالق ديال الملح، الملح الخشن. تقدري تستعملي جلوش، تقدري تستعملي صابون، اي حاجة عندك استعمليها، ماشي ضروري تستعملي هاد لامارك. هذا جيل دوش، تقدري تستعملي اي ماركة ديال لي جيل دوش، اي ماركة ديال الصابون، ماشي مشكل. المهم البنات، انا كنفضل انه نخلي رجليا منقوعين مده ديال 15 دقيقه ولا 20 دقيقه، باش هذيك الجلده اللي لتحت ترطاب ليا ويسهل انني نحكها بسهوله، يعني نقدر نزيلها بسهوله. شكون بحالي كيعجبها تلعب في الماء. المهم نبدا برجل، والرجل غنخليها في الماء. اول حاجه غنبداها هي نحك الضفيرات، حيت كيكون فيهم الوسخ في الجناب. بالنسبة لهاد لو تريك شريتها بخمسة دراهم، هاد الشويتة، واحد المبرد، واحد المبرد ما زوينش، ولكن كاينه شي حاجة زوينة، هاد الشويتة هي اللي ربحتها. دابا غنحطها تنشف، وغنكمل الرجل الاخرى. دابا غناخد هاد الحكاكة، هاي كيفاش دايره، غتلقاوها عند العطار. سينو اي مارشي مشيتي ليه كاين هاد النوع، وكاين واحد النوع اخر ديال الخشب. المهم بجوجهم زوينين، مي انا كنفضل هاد النوع. فوالا نشفهم بعدا مزيان، من الاحسن حتى تنشفي رجليك مزيان عاد حكيها. وهاد البارتيه هي اللي كضر لنا بزاف، ودابا راكم عارفين مع كنبغيو نلبسو صنادل سبيبطات، يعني ضروري خصك تعتني بالرجلين ديالك. الواحد ما يبقاش غير مقابل غير الوجه والبارتي الفوقانيه ديال لو كور. هانتوما شوف، هذا كله جلد ميت، يعني ما بقاش مقابل غير البارتي الفوق ديال لو كور، راه كاين اليدين خصك تعتني بهم، كاين الرجلين،
كاين النظافه الشخصيه، كاين بزاف د الحوايج في لو كور ديالنا اللي خصنا نعتنيو بها. البنات هذه هي لاباج ديالي انستغرام، بالنسبه للبنات اللي باقي ما دخلوش عندي الانستغرام مرحبا بكم عندي. دابا بما الرجيلات يوجدوا لينا نكيفوا لقيت انا عام لا طوندونس ديال العيد، ديجا درت لكم فيديو عليها كنادرات 40 درهم وهي اللي لابسه نيت انا دابا. نتفرج شويه بالنسبه للمقشر البنات، هذا المقشر كامل الكور كامل هو اللي كنستعملو ديما وكنصحكم به. كندير فيه جوج معالق ديال القمح هكا كتكون مطحونه، ندير فيه جوج معالق ديال السكر، السكر عالي اللي كنستعملو للماكله، وكندير فيه تقريبا معلقه كبيره ديال زيت العود. قبل ما ندير زيت العود حتى كنخلط هكا اللي متجانس، عاد كندير له زيت العود المهم كيف ما شفتو. شديت هذاك لو سكراب حطيتو على رجل الاولى الثانيه، بيان سور كندير حركات دائريه باش يبان المفعول، و فريمون بان لي المفعول، يعني حسيت بانه فريمون تقشر، يعني تقشرات الجلده داك الجلد الفوقاني، وعاد كتحسي يعني بانه لابو ولات عندك رطبه. كنبقى هكا كان ندير دي موفمون سيركولير وغنخليه واحد المده في رجلي، ابري غادي نغسل هذاك الشيء اللي نغسل هذاك لو سكراب في هذاك الماء اللي ديجا كنت حاطه فيه رجلي، يعني ما فيه جلدوش والملحه، من بعد غنشفهم.
بالنسبه للماسك غنحتاج فيه مايزينا، غنحتاج فيه الشوفان مطحون، انا دابا غنطحنو قدامكم، وغنحتاج فيه ما ورد، وغنحتاج فيه الحليب. اللي ما عندوش الحليب هكا سائل يدير بودره، واللي ما عندوش حليب بودره يقدر يدير دانون مسوس، يعني تقدروا تعوضوا المكونات باش ما بغيتوا، يعني ما كاينش بروبليم. نحصلوا على بودغ بحال هكا. المهم هنا تقريبا درت 3 معالق ديال الشوفان مطحونين، ها هما كيف ما كتشوفوا. غناخد مايزينا، غناخد تقريبا معلقه ديال مايزينا تكون عامره، غناخد الماء ورد، حليه لي عفاك، حليه لي من تحت، ديال الحليب، أو نخلطو المكونات كاملة. هاد الماسك يعني ماشي غير للرجلين، حتى الوجه زوين بزاف، يعني اللي عندها تصبغات في وجهها ولا يعني في رجليها كيعطي واحد النضار للرجلين. دابا غنأبليكي الماسك اللي خلطتو معاكم، كما قلت لكم اي تصبغات كنلبسوا الصنيدله تتبقى طبيعه بيضاء، طبيعه كحله، كيحيد لينا داك التصبغات اللي عندنا في الرجل. كما قلت لكم هذا الماسك راه تقدروا تستعملوه حتى للوجه، والمكونات ديالو موجوده في اي دار. ما كايناش المراه اللي ما غتلقايش عندها الشوفان، وما كايناش اللي ما غتلقايش عندها مايزينا. باش الماسك ديالي يعطي المفعول ديالو، انا كنفضل انني ندير له بلاستيكه، نخليه مده ديال 15 دقيقه ولا 20 دقيقه عاد كنحيدو.
بنات من بعد ما ابليكيت الماسك غسلته ها نتوما كتشوفوا، غنشف دابا رجلي، نشفها مزيان بلاصه الاظافر حتى هي. ومن بعد خصنا نرطبو رجلينا باي كريم عندك، لي دكور كريم اي حاجه فازلين، مهم ترطبيهم. انا غنستعمل هذا حيت درت قماش درت ماسك الوغ ضروري خصني نرطبهم. البنات ها انتما شوفوا الرجينات لو ريزولتا فينال.